Vous êtes tenu vache, ouais? طيب لسه بدأت الشباك او السكيورتي كلام سهل يعني انت ممكن تقروه اول حاجه اول جمله معناها ايه؟ الفكره بايه يعني؟ يعني ايه؟ مثلا الباسورد بقى ايه؟ النيبر سيكريت صح الفرق بين النيبر باسورد والنيبر سيكريت واحد شفر واحد نيبر باسورد من غير تشفير نيبر سيكريت بايه؟ شفر مفيش حاجه يعني عادي عارفينها يعني قبل كده طب الحاجه الثانيه بانر يوز سيستم بانر نو ويلكم مسج يعني بانر مود فاكرين رساله الترحيب يقول لك ما تخليهاش رساله ايه؟ ويلكم تمام كده ما يجيش الهاكر يجي يخش على السويتش بيعمل اتاك على السويتش او عراطه يجي يقول له ايه؟ ويلكم تعالى تمام كده لا خليها اوثرايز خليها حاجه رساله ترك تلهيب او تخويف يعني كده طيب الحاجه الثانيه انا اعمل كونسول باسورد اعمل ريفورت الكونسول بتاعك اعمل له ايه؟ باسورد اللي هو كونسول زيرو باسورد كذا تمام طيب بعد كده اعمل ايه؟ اعمل سي سي اتش ها؟ استخدم سكيور شيل بدل مين؟ التلنت مش الريموت اكسس يا اما تلنت يا اما سكيور شيل بس التلنت من غير تشفير لك السكيور شيل بايه؟ بتشفر طب بعد كده سكيور مين؟ ستبي كان عندك ليه اربع حاجات ايه؟ بتعمل الاس تي بي كان في اربع حاجات بتعمل بروتكت الاس تي بي تبولشن. ايه وايه وايه وايه؟ ايه؟ تعمل الاس تي بي. كان حاجه لو الهوست اللي تحت ده حاول يبعت بيبي ديو تبقى واقفه له حاجه اسمها حاجه اللي هي اب لينك بيبي ديو جار روت جار صح كده؟ دول عشان امنع الراجل ده يبعت بيبي ديو متوقع كان في حاجه اسمها حاجتين بقى اللي هو بيستهدف بيبي ديو متوقعها بس ما جاتش. تعمل اللي هي في الاوبتيكال فايبر. كان في خاصيتين برضه. دي ال دي دي باين او يو دي ال دي يوني دايركشن لينك ديتكشن او لوب جار صح كان في اربع حاجات لحمايه الاس تي بي بعد كده بقول لك ما تستخدمش مين؟ سي دي بي سي دي بي تمام كده ما تستخدمش سيسكو ديسكفري بروتوكول كان بتاع ايه ده؟ ايه حمايه الان ايه؟ سي دي بي ديسكفري النيبورز بتوع اللي بعرف لك مين السويتشات والرطات اللي حواليك تمام كده سيسكو ديسكفري بروتوكول طب ولا ما تستخدموش عشان هو متفعل ممكن الهاكر يستخدم البروتوكول ده ويعرف معلومات عن الشبكه بتاعته اخر حاجه يعني فيرتشوال تيرمينال ده اللي هو الفي تي واي اللي هو لاين في تي واي زير مش الفي تي واي كمان كنا بنعمله باسورد زي الكونسول تمام طيب بالتفصيل بقى شويه هنتكلم عن هي نفس الحاجات دي بس هنتكلم بالتفصيل شويه عنهم اول واحد بيشرح لك السي دي بي السي دي بي ده بروتوكول بيستخدم ما بين السويتشات والراوترات بتاعه سيسكو بحيث يعرف لك مين اللي حواليه لان الامر بتاعه لو تفتكروا كنا بنكتب امر اسمه شو سي دي بي ايه؟ نيبورس وريني جيرانك اللي انت عارفهم بالسي دي بي هيقول لي اه انا عارف جار اسمه كذا من الانترفيس الفلاني نوعه سويتش البلاتفورم بتاعته كذا انا واصل بيه بورت كام؟ اف 0 تمام فهو كده عارف كل المعلومات عن لو مشغله هنا عارف المعلومات عن السويتش ده وعن السويتش ده وعن ده فبقول لك باي ديفولت السي دي بي ده بيبقى شغال فالمفروض انت ايه؟ توقفه طب اوقفه ازاي؟ هو بيتشغل بحاجه اسمها سي دي بي ران وانا مش محتاج اكتبه لان هو باي ديفولت ايه؟ موجود فانا محتاج اوقفه فعشان اوقفه اقول له ايه؟ نو نو سي دي بي ران فدي اول حاجه السي دي بي طب السي دي بي ده سيسكو بروبرايتري خاص باجهزه سيسكو بس يعني كانت افرض الراوترات والسويتشات دي مش بتاعت سيسكو انا دخلت على شبكه معموله ومطلوب مني ان انا اعمل دوكيومنتيشن للشبكه بس انا مش عارف فمش معقوله همسك كل سلك كده وامشي وراه اشوف السلك ده واصل لغايه فين يعني طب عايز اعمل ديسكفر من النتورك بتاعتي فقال لك هتستخدم السي دي بي بس الكلام ده لو الجهاز ده سيسكو والسويتشات برده اللي حواليه كلها ايه سيسكو يعني طب افرض نون سيسكو بدل ما اشتغل بالسي دي بي في بروتوكول تاني اسمه ال ال دي بي ال ال دي بي نفس السي دي بي بالظبط بس السي دي بي بتاع سيسكو ده كان ال دي بي ده بتاع مين؟ مالتيفيلر بتاع اي تربل اي بيشتغل ازاي؟ نفس القصه ال ال دي بي ران طب هوقفه؟ نو يعني يبقى اول حاجه توقف السي دي بي والال دي بي بوقفهم بالامر ده طيب بعد كده ديسكفري بروتوكول خلاص ماشي
بعد كده بقول لك التلنت بيبعت البيانات انكلود تكست من غير تشفير، لكن لو استخدمت السكيور شيل البيانات بتتبعت ايه؟ متشفره. طب كنا بنفعل السكيور شيل ازاي؟ كنا في ان ايه؟ تفعيل السكيور شيل، ازاي اشغل السكيور شيل على الراوتر او على السويتش بتاعي؟ كان اول امر بنعمله تمام كده، هنا عمل يوزر نيم وباسورد، وبعد كده غير اسم الدومين نيم بتاعه كريبتو كي جنريت ار اس اي، قال له فعل لي شفر لي بقى اي بيانات حاجه اسمها ايه؟ ار اس اي. طيب والسكيور فيرجن، الفيرجن اللي هنشتغل بيه في السكيور شيل فيرجن 2، ولاين في تي واي لوجن لوكال، وقال له اي حد يحب يعمل امبورت من الفي تي واي لازم يخش له بمين؟ بالسكيور شيل. يبقى كده لو حد حاول يعمل تلنت مش هيشتغل، كل اللي هيشتغل لازم يشتغل بمين؟ بالسكيور شيل ده. يبقى هنا اول حاجه عملت يوزر نيم وباسورد وغيرت اسم الدومين نيم بتاعي وعملت كريبتو كي وقلت له الالجوريثم اللي هيستخدموه في التشفير والفيرجن بتاع السكيور شيل ايه وجوه الفي تي واي، قلت له اي حد يخشر من الفي تي واي يخش بمين؟ بالسكيور شيل. طب لو شلت كلمه سكيور شيل ده وكتبت تلنت يبقى كده اي حد هيخش بالايه؟ بالتلنت. طب لو كتبت كلمه اون لا اللي جاي تلنت هيقبل، اللي جاي سكيور شيل برضه ايه؟ هيقبل. دي الكوماند بتاعت السكيور شيل. سكيور شيل اللي هو ايه ده؟ مش احنا دلوقتي لو في جهاز اهو ده السويتش او الراوتر بتاعك وعايز اعمل له كونفجريشن، يا اما كنت هوصل بيه الكابل الكونسول تمام، لو انا جنب الراوتر او جنب السويتش افرض انا في مكان بعيد تمام كده، يبقى خلاص ادي النتورك بتاعتك اهي وده الجهاز بتاعك. عايز انت تعمل ريموت اكسس دلوقتي، عايز اعمل ريموت اكسس عليه، فعشان اعمل ريموت اكسس حاجه من الاثنين، يستخدم برنامج اسمه التلنت يستخدم برنامج اسمه اس اس اتش. يعني لو كتبت تلنت وكتبت الاي بي بتاع الجهاز اللي انا رايح له اللي هو ده تمام كده، كل الترافيك اللي مبعوت هنا مبعوت من غير تشفير، فلو في خطر جه في النص، لو في اتاكر جالك في النص هنا وعمل سنيف للداتا هيقراها تمام كده. طب حل الموضوع ده ايه؟ بدل ما تستخدم التلنت استخدم مع مين؟ سكيورشن. نجربها؟ نجرب؟ تعالى نجرب. تقدر عايز تجرب؟ نعم. أوه ترى. ودي هذا هو. والسويتش يا سيدي، ما تزعلش. وهذا الستوب بتاعنا. سريع. ونوصل الكابلين. شفت الدعاء؟ فين القناعة بتاعتك يا محمد؟ مش هنا ولا ايه شفت؟ طيب هو ده الراوتر بتاعك وادي الفيرشوال ماشين. كمان دخلنا الفيرشوال ماشين. عارف الفيم وير؟ اشتغلنا بيه قبل كده؟ اه. في ايه؟ مرة كده. طيب ماشي. ادي مرة كمان هنا. قلنا للاجهزة انا مش شغالة ممكن نعمل. اه بنوصلها بنعمل ماشي. طيب. تعالى بقى كده الجهاز بتاعنا هو كونسول تمام، والكورة ترمينال انترفيس 0 على 0 والاي بي ادرس بتاعه 192 168 1 وده الصرف الرئيسي 0 ونشط دور اكزت بوينت الانيبل باسورد هتكون سيسكو وجوه اللاين بي تي واي نزل له 4 والباسورد برضه سيسكو. طيب دلوقتي بقى لو جينا على الجهاز بتاعنا ده اللي هو الجهاز بي سي 1 اللي انا موصله ده تمام، وفتحت هنا السي ام دي او فتحت برنامج زي برنامج البوكي مثلا بنروحنا على السي سي ان يعني. برنامج مش عندي هنا حطينا في سيسكو انا دلوقتي على الفيرشوال ماشين اهو تمام، انا دلوقتي على الجهاز ده وعايز اعمل كونفيجر للراوتر ده تمام، فدلوقتي كل اللي انا هعمله اقول له اعمل لي تلنت على مين؟
192 168 11 اوكي. فتح الاتصال الباسورد سيسكو انيبل الباسورد الثاني سيسكو والدنيا شغاله تمام كده. فالراجل ده كده عامل ريموت اكسس اهو بس عامله سيكيور ولا انسيكيور كده انسيكيور. واللي يثبت لك ان هو انسيكيور انا بعمل تنت على البرنامج اللي هو البوتي اه برنامج البوتي او من السي ام دي. لو فتحت الدوس سي ام دي يقول له تنت على 192.61.1 بس الثاني اسهل تمام. بس كده الاتصال بتاعك كده غير مؤمن. اللي ياكد اللي هو غير مؤمن لو جيت هنا دلوقتي وقلت له ستارت تابت شر وستارت الواير شر ده برنامج بيعمل تابت شر للداتا لو في هاكينج في النص بقى وعمال يعمل تابت شر للداتا. انت دلوقتي فتحت برنامج البوتي وقلت له اعمل لي تلنت على 192.168 تلنت على 192.168.11 اوكي. قال لك الباسورد ايه قلت له سيسكو وانيبل والباسورد الثانيه برده كانت سيسكو تمام. ودخلت عملت تكتب كونفيجريشن بقى كونفيجر تيرمينال مش عارف انيبل سيكريت قال لها مثلا سي سي ان ايه تمام. عملت تكتب كوماند الراجل ده كان بيراقبك صح كده. بص بقى كده لو جيت قلت له البروتوكول بتاع التيرنت ده وقلت له تتبعه لي قال لي اه الراجل ده طلب ظهرت له الشاشه دي طلب منه باسورد راح كاتب كلمه سيسكو دخل هنا كتب كلمه انيبل طلب كلمه سيسكو تاني وكتب كومن. يعني كل حاجه انت بتعملها ايه متسجله. طب حل الموضوع ده ايه انا مش عايز الكلام ده يتم يعني. قال لك ساعتها بدل ما تشتغل بالبوتي ده بالتنت ده اشتغل بمين بالسكيور شيل. بس انت مش مفعل اوامر السكيور شيل على الراوتر ما كتبتهاش. طب ايه بقى اوامر السكيور شيل على الراوتر؟ اول حاجه اي بي دومين نيم غير اسم الدومين نيم بتاعي اي بي دومين نيم وبكتب اي اسم وليكن نيو هورايزون ان اتش دوت كوم اي اسم هيستخدمه في التشفير. وبعد كده بقول له حاجه اسمها كريبتو كي جنريت كريبتو كي جنريت ار اس اي تمام. وبعد كده خليها 1024 ده مفتاح الكي بتاع التشفير. بعد كده بطبق اليوزر نيم والباسورد بتوعي. يوزر نيم هتبقى ادمن والباسورد خليها سيسكو. وبعد كده جوه اللاين بي تي واي بقى من 0 ل 4 او اي حاجه مش مشكله لاين بي تي واي كذا هقول له بعد اذنك اللوجن لوكال هتطلب منه يوزر نيم وباسورد بس الترانسبورت انبوت اللي يجي لك يجي لك بس منين؟ السكيور شيل. بص بقى كده 1024 ده اي رقم عادي ولا ده ايه؟ ده حجم الكي اللي انت بتشفر بيه. كل ما حجم الكي اللي بتشفر بيه كبر كي بتاع التشفير كل ما كان افضل. هو بيقول لك سيبوا لك 512 تقول لا خليه مان 1024 ممكن اخليه 2000 ممكن اخليه كذا. لان البيتا ده تحدد عدد الاشخاص اللي يقدروا يعملوا تلنت او سكيور شيل في نفس الوقت. دلوقتي بقى لو جينا على البورت بتاعنا نفس المثال ستارت وير شارك برضه وجينا هنا اهو وبدل المره دي ما استخدم التنت هستخدم السكيور شيل على 192.168.11 اوكي يس لوجن از اليوزر نيم ادمن والباسورد بتاعتنا كانت سيسكو ودخلت اهو على الراوتر هكتب بقى انيبل والباسورد سيسكو كونفجر تيرمينال على سي سي ان اي والباسورد كونفجر تيرمينال وهكذا واكتب اي امر انا عايزها. الراجل ده كان بيراقبني صح بس هنا لو جيت قلت له تتبعه شايف طلع عامل ازاي؟ وضحت؟ تمام كده. فانا كده مأمن نفسي حتى لو الاتصال بيني وبين الراوتر مش متأمن لو حد هنا شاف الترافيك مش هيف... هيشوفه اه بس مش هيفهم. فانا كده أمنت نفسي بدل ما استخدم التلنت استخدمت الايه؟ السكيورشن. سهل؟ طيب بعد كده هنا بقى دي زياده في التأمين كمان. قال لك استخدم اكسس ليست لمين؟ في تو واي. يعني انت كده انا كاتب لاين في تو واي من 0 ل 4 يعني كده اي خمس اشخاص اي حد اي خمسه يعني كده. لا انا عايز احدد الايدات بتاعتهم فممكن اعملهم في ايه؟ في اكسس ليست. شايف هنا عمل اكسس ليست 100 سمح بس لمين؟ 10 1 1 0 0 0 0 255 يعني اي حد اديته ايه؟ 10 1 1 1 وهو اكسس كلاس 100 ان جوه الفي تو واي يعني بيقول له ما بتقبلش حد جوه الفي تو واي غير اللي مسموح له في الاكسس ليست رقم كام؟ رقم 100. يعني دلوقتي هنا الجهاز بتاعي ده الاي بي بتاعه 1 2 فانا عايز اقول للراوتر بتاعي ما تقبلش اي اتصال من اي حد سواء تلنت او سكيور شيل غير من 1 2 بس اللي هو النتورك ادمن بتاعي.
اعملها ازاي دي؟ اجي على الراوتر واعمل اكسس ليست وليكن رقمها واحد، واعمل بيرمت بس لمين؟ لواحد اتنين ده، وبعد كده اخش جوه اللاين في تي واي عشان اقل من زيرو لاربعه، بس هنا اقول له اكسس كلاس واحد ان، يعني ما تدخلش حد جوه الفي تي واي غير المسموح له في الاكسس ليست رقم كام؟ رقم واحد. وانت مش سامح غير لشخص واحد، يعني معناه انا قايل له افتح خمسه سيشن، بس هو انا مش سامح غير لمين؟ واحد بس. يعني طب ما واحد يقول لي طب ما تعملها لاين في تي واي زيرو وخلاص. تمام بس ماشي زيرو سيشن واحده اه، بس مش متحدد مين اللي فيها. تمام فهنا دي انا حددتها بالاكسس كلاس بتاعتي. يبقى كده مش مسموح لاي حد يعمل لا تلنت ولا سكيور شيل على الراجل ده غير الاي بي ده بس. تمام فدي زياده في الامان اكتر. ماشي. بعد كده هنا كونفجر اتش تي تي بي، هناخد ان شاء الله في الفويس والسكيورتي الاوامر بتاعت الراوتنج والسويتشنج سهل ان انت تكتبها سي ال اي، لكن في السكيورتي والفويس اوامر السكيورتي والفويس ثقيله كبيره. يعني فبدل ما اشتغل سي ال اي هشتغل جي او اي. يعني كده جي او اي جرافيك، يعني شفت مايكروسوفت كده نيكست وكلام من ده، او مثلا متعامل مع برنامج الوورد والقوائم، واحنا هنعمل كده في الفويس والسكيورتي. تمام لان اوامرهم ايه؟ كبيره. تمام كده؟ فانا محتاج اهيئ الراوتر او السويتش بتاعي يستقبل مني اوامر جي او اي، فانا كده محتاج افعل عليه خدمه مين؟ اتش تي بي. بس بيقول لك الاتش تي بي مش متامنه، احسن لك اشتغل بمين؟ اتش تي بي اس. تمام كده اتش تي بي اس ده السكيور بتاعك زي التلنت والسكيور شيل كده. يعني ففي الفويس والسكيورتي ان شاء الله هتلاقينا بنفعل الاوامر دي عشان اشتغل جي او اي مع الراوتر والسويتش. لكن في السكيور لكن في الراوتنج والسويتشنج عادي احنا متعودين على الاوامر بتاعتهم سي ال اي. طيب اخر حاجه بقى الريكومنديشن بتاعتك، اعمل باسورد للسويتش بتاعك، اعمل اوثنتيكيشن مع تكات السيرفر او الريديو سيرفر، دايما شفر اي باسورد انك تعملها، امن الفيزيكال اكسس بتاعك للكونسول بورت الكونسول واعمل له باسورد، اعمل سكيور للتيرنت اكسس عن طريق اكسس ليست، ويفضل ما تستخدمش تيرنت تستخدم مين؟ السكيور شيل، ولو هتفعل جي او اي ما تفعلش اتش تي بي شغل مين؟ اتش بي اس، وكونفجر سيستم ورننج وبانر، لما تعمل بانر بوتل ما تخليهاش رساله ترحيب، خليها رساله ورننج تحذير، استخدم السيستم لوك عشان يراقب الشبكه بتاعتك، ديسيبل ان يوز سيرفيس، اي بورت مش شغال او اي خدمه مش عايزها اعملها ايه؟ دي الريكومنديشن بتاعتك او ازاي؟ اللي هي نصايح وانت بتامن الشبكه بتاعتك. هو كان ايه الفرق بين التكاكس والرودياس؟ واحد سيسكو والتاني سيسكو، سيسكو ده التكاكس والرودياس سيرفر نون سيسكو، واحد بيشفر الباسورد بس رودياس، التكاكس بيشفر كله. طيب ده كده الريكومنديشن بتاعتنا، ده نفس الكلام سكيور بروتوكول، ده السمري بتاعهم يعني الملخص بتاعهم. طيب وكده يبقى الجزء بتاع السكيورتي كده الحمد لله كده كمان هو ايه؟ خلاص الجزء السكيورتي ده هتلاقيه متلخص معاكم اصلا في الفولدر ده. كده يبقى لسه لنا بس حاجه واحده بس ان شاء الله في جزء السكيورتي ده اللي هي المحاضره الجايه هتبقى محاضره اللي هي المونتنج ده ازاي اراقب الشبكه. ده هتبقى اخر شرط، استنى بقى محاضره واحده مراجعه واحده لك. يبقى محاضرتين كده، يبقى المحاضره اللي جايه شرط والاثنين اللي بعدهم واحده مراجعه واحده لك. يعني يبقى كده كورس سويتشنج كده ايه؟ كده اللي جاي اخر سويتش. اه تقريبا. وايه الفرق بقى بين السكيورتي اللي احنا بناخده وفين الحاجات اللي وكورس السكيورتي اللي بعد كده؟ ما هو في ده جزء منه، يعني احنا السكيورتي اللي احنا خدناها دي سكيورتي بس على السويتشات بس، ده فين السكيورتي بتاع الروبرات، فين السكيورتي بتاع الفاير وول، فين السكيورتي الثانيه، يعني ده يعني اللي انا قلته ده هتشرح تاني في جزء السكيورتي. ده جزء جزء منه. بس احنا شرحنا اصلا السكيورتي هناخد هنا ان ايه؟ ان ايه سكيورتي؟ في التسجيل. هما شفت الكابل ايه يا ابني؟